كما وشارك سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية عبر الاتصال المرئي الإلكتروني في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية بشأن سد النهضة الأثيوبي برئاسة معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان وبمشاركة معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية. قد وجه سعادة وزير الخارجية أمام الاجتماع كلمة أكد فيها أن موضوع سد النهضة الأثيوبي يمثل تحدي كبيرا للأمن المائي العربي الذي يعتبر من أساسيات الأمن القومي العربي، مما يستلزم منا وحدة الإرادة والتصميم على توحيد المواقف والتضامن مع الجهد المصري الهادف إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في الشرق الإفريقي لخير شعوب المنطقة. أشار سعادة وزير الخارجية في كلمته إلى المخاطر والتأثيرات المحتملة من جراء تشغيل سد النهضة دون التوصل مع جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية إلى اتفاق عادل ومتوازن حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بما يحفظ الحقوق التاريخية لدول مصب نهر النيل. وأكد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني رفض البحرين لأي مساس بالحقوق التاريخية لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان في مياه نهر النيل ودعوتها الدول العربية إلى موقف تضامني ثابت تجاه هذا التحدي الذي يمس عصب الحياة للشعبين العربيين في مصر والسودان. وقد صدر عن مجلس الجامعة قرار أكد فيه على أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق كافة الأطراف في مياه النيل. وأعرب المجلس عن التقدير لمبادرة جمهورية السودان بالدعوة لعقد جولات لمفاوضات، كما أعرب المجلس عن القلق الشديد إزاء تعثر المفاوضات في بعض جوانبها الهامة بين مصر والسودان وأثيوبيا، والتأكيد على ضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية من أجل التوصل إلى اتفاق عادل يراعي مصالح كافة الأطراف. وأكد على ضرورة امتناع كافة الأطراف عن اتخاذ أي إجراءات أحادية بما في ذلك امتناع إثيوبيا عن البدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب.